الله هالواحد خلينا نسمي كل واحد 1900 نحن بعد ما تهجرنا من جبل الأكراد وصرنا 4-5 سنين يعني عانينا بشكل فظيع هون بالمخيمات الغباير السفاف اللي عم بيفوت على الأغراض هاي شيء معاناة كتير كبيرة الغبرة يعني الخيمة ما فيك تسكر لها شبابيكا ولا فيك تسكر لها بابا هي نايلون والله العظيم كمان بدنا كلمة تفتح هاي هالسفاف هالوسخ هلا شيء ولك والله حتى أكلنا ما عم نقدر ناكله يعني شيء أكتر من هيك ما رح نحكي نتأمل إنه اللي عم يسمع هالصوت يساعدنا يعني معلش كمتكم ما بتحافظوا على أولادكم ساعدوا هالمهجرين هاللاجئين اللي ما قالوا لا حول إلا لا غير رب العالمين والله ما بنتأمل منه غير انه يتلقوا فينا يعني قلنا لهم دبين بالنهار وبق بالليل وغبرة والله العظيم هالشي ما بصير ما بصير يعني لازم الانسان يكون هيك لخيو الانسان عنده رأفة يعني ولا شيء والله العظيم لا إغاثات ولا شيء وحاجتنا الغبرة وحاجتنا الدبين وحاجتنا الباق والهي الشكوي إلك يا رب نحن عم نطالب ان شاء الله بلكي منروح هيك على ضيعنا وعلى جبلنا نحن نازحين من 4 سنوات نحن هون بالمخيم بقى نطلب من الله بلكي هيك الله هيك بيسر ومنروح على ضيعنا منروح على بيتنا لانه كرهنا العيش بالمخيمات نحن هون كرهنا العيش بالمخيمات يعني في نقص كتير كتير في المخيمات هون يعني.